مشاهدينا صباح الخير لكم، نحن وياكم بصبحية جديدة مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. أحلى صباح اليوم بطل عليكم مع الطقس الماطر العاطل يلي هيك بخلينا نكون محبطين ببعض الأحيان، وبخلينا نزهق من الشتاء من المطر، بخلينا نفكر بطريقة سلبية، بس لا اليوم خلينا نفكر بطريقة إيجابية برغم من كل شيء، برغم من كل هالطقس يلي زهقنا منه، ناطرين الشمس وناطرين الربيع لحتى نقدر فعلا هيك نحس بتجدد، نحس بتغيير. إن شاء الله اليوم بيمضى على خير وبكون دافي وبكون خير على الجميع. مشاهدينا اليوم بأحلى صباح فقرات متنوعة وضيوف متنوعين بينضموا لنا. السيدة مليحة الصدر مديرة مركز التأهيل المبكر ECIL بتحدثنا أكثر عن هالمركز وعن النشاطات اللي عم بيشتغلوا عليها، وخاصة تقريبا ما يقارب قبل شهر من بداية شهر رمضان المبارك. منتابع أيضا لحتى نكون مع رنا نجار بتحدثنا عن كتاب صباح فخري سيرة وتراث. أيضا منتابع حتى نكون مع سيدة فينوس كرم وهي مديرة الكورال يلي عم بتحضر لريسيتال الإيطالي اللبناني اللي بيحيى عدد من أبناء الجيش وقوى الأمن الداخلي. مريم عمار استشارية مظهر بتحدثنا عن المظهر الخارجي اللي ممكن يأثر كمان على الثقة بالنفس عند السيدة. منتابع أيضا لحتى نكون بختام حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد علي الحاج، نحكي عن نقاط المشتركة يلي بيشترك فيها المسلمين والمسيحيين بعيد البشارة يلي صار عيد وطني بيجمع كمان. هذه هي حلقتنا لليوم. أما البداية مثل العادة مع رياضة مع أحوال الطقس بعد شوي، أما هلأ نتوقف مع أحوال الطرقات مع زحمة السير يلي عم نشهدها على طرقاتنا وخاصة على المداخل يلي متوجه فيها للعاصمة بيروت. أكيد تفاصيل إضافية مع غرفة التحكم المروري. إلي لبكي صباح الخير. صباح الخير، شو أخبارك؟ الحمد لله. إلي اليوم زحمة سير كتير غير عن العادة، يعني خبرنا أكتر شو صاير على طرقاتنا. تفضل. أول شيء بحب بلش أنه في اليوم أعمال تمديد على الساعة 9 بلشوا. نعم. يعني من هلأ بلشوا أعمال تمديد خطوط كهربائية على أسرات شيكا مقابل محطة فينيانوس، بده يتم قطع على مرحلتين الأوتوستراد شرقي وغربي لمدة 10 دقايق تيمدوا الكابلات يعني، وبيرجعوا بيمشي السير طبيعي. نعم، ابتداء من هلأ 9 من هلأ نحن عم نحكي. نعم. أما بالنسبة للمسلك الشمالي المدخل الشمالي عم بيكون عندنا حركة مرور كثيفة عم بلش من جونيا باتجاه نهر الكلب، بتكمل باتجاه بي نقاش أنتلياس وصولا الى جل الديب، عم تكون حركة مرور كثيفة ومكملة من جل الديب لحتى نهر الموت حتى الكارانتينا، كمان عم تكون حركة مرور كثيفة. عم بيكون عنا على خط البحر كمان عم بيشهد عنا حركة مرور كثيفة كمان من طبي باتجاه أنتلياس وصولا الى جل الديب، عم تكون كمان كثيفة. اما بالنسبة للنازل من ساحة أنتلياس وجسر أنتلياس باتجاه الأوتوستراد كمان عم تشهد عنا حركة مرور كثيفة. المكمل من الكارانتينا باتجاه شارل الحلو عم تصير حركة مرور ناشطة، بتصير كثيفة من بيت الصيف باتجاه الوسط تجاهنا عم تصير حركة مرور كثيفة مثل ما قلنا. عم بكون عندنا حركة مرور كثيفة كمان على بولفار سن الفيل، بتكمل كثيفة باتجاه الصالومي حيك وصولا الى جسر الواطي. على المدخل الجنوبي عم تشهد كمان عندنا حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، من جسر الكولا باتجاه النفق وصولا الى الوسط التجاري عم تكون كمان حركة مرور كثيفة. على المدخل الشرقي عم تشهد عنا حركة مرور ناشطة من اليرزي باتجاه السياد، المكمل من السياد باتجاه الكارانتينا عم تكون حركة مرور كثيفة من اخر الكارانتينا باتجاه جسر الدورة وصولا الى نهر الموت. عم بيكون المكمل من السياد كمان باتجاه اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي عم تكون حركة مرور كثيفة باتجاه جسر العدلية وصولا الى الاشرفية. عم بيكون عنا حركة مرور كثيفة كمان من تقاطع قصقص باتجاه بشارة الخوري. اما بالنسبة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة عم بيكون حركة مرور ناشطة. عم بيكون عنا حركة مرور ناشطة من تقاطع برج المور باتجاه شارع الحمراء، وعم بيكون عنا حركة مرور ناشطة من علم رئيس باتجاه حمام العسكري. اما حوادث السير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 20 حادث
للأسف 3 قتلى و21 جريح. مخالفات السرعة 720 مخالفة. للاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر @MC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. شكرا لك إلي لبكي مباشرة من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا متابعين، احنا وياكم صبحيتنا منروح للرياضة اللي هي جزء أساسي من أحلى صباح. منشوف الفتنس كوتش ثائر حسكور شو محضرنا لليوم. منتابع مشاهدينا، بنرجع لحتى نتابع صبحيتنا. برحب فيكم من جديد. بننطلق بلقاءاتنا لليوم، دايما في نشاطات، دايما في اهل فن وثقافه وخير بخلونا نرجع نفكر انه ايه البلد بعده بألف خير، وايه بعده مجتمعنا وانسانيتنا بألف خير. لما نحكي عن اسيل بنكون عم نحكي عن رساله فيها من الحياه، فيها من الدين، فيها من المجتمع، فيها من الانسانيه الكثير. واكيد الفن والثقافه مكمل لما نحكي عن قدرات، لأنه هالقدرات الفنية والثقافية هي مكمل للقدرات الاجتماعية والهدف الأساسي اللي أسيل بتشتغل من أجله. نحكي عن معرض اليوم بيروح كل هدفه للجوهر الإنساني، مع ضيفتي بالاستوديو مديرة مركز التدخل المبكر أسيل السيدة مليحة الصدر. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك. بصرني كمان استضيف معي القيمة على المعرض قدرات من الأشخاص يلي بالثقافة اللبنانية عنا حظ أنه يكونوا عم يشتغلوا. شكرا لجهودها السيدة رانيا حليوة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك رانيا. اسمحي لي أبدأ مع ست مليحة ببداية اللقاء. لما نحكي اليوم عن مركز التدخل المبكر، اليوم لما نحكي عن أسيل، هالمركز يلي عم يكبر بنتاجه، عم يكبر بهالعمل الإنساني يلي عم ينشغل عليه، هيك نرجع نذكر المشاهدين بلمحة عن البداية واليوم قديه صرتم محققين من الطموحات يلي أنتو عبالكم تحققوها. أول شيء صباح الخير، بحييك، بحيي رانيا، وبحيي كل اللي وراء الكاميرا وراء الكواليس اللي مش مبينين، واكيد كل المشاهدين. ومرسي على الاستقبال. اهلا وسهلا. مركز تدخل مبكر اسيل بلش بال2011، هو تابع للمؤسسات الامام الصدر، واجا نتيجه لحاجه كثير مهمه عندنا بالمجتمع للاطفال والاسر اللي عندهم بيبي عنده حاجه خاصه. شادي بيخلق البيبي، وإذا بيكون في عنده أي نوع من التأخر بالنمو بيبقى ليصير عمره 3 سنين ليفوت على المدرسة لنحنا نبلش نشتغل، بيكون عم بيروح على حاله 3 سنين هن أساس بتغيير مستقبله. لذلك إجا المركز بهالحاجة الموجودة لحتى يتابع الأسرة وهذا الطفل بطريقة يحيطها من كل الجوانب النفسية الاجتماعية وحتى العلاجية والطبية، عبر فريق متعدد اختصاصات من كل المدارس. يعني في من طبيبة الأعصاب الأطفال للبسيكولوج اللي بتقعد يعني بتحاوط الجانب النفسي للأسرة، وأكيد الجانب الاجتماعي مع الأخصائي الاجتماعي وكل العلاجات الموجودة اللي هي بحاجة لها. المركز الميزة تبعه أنه هو للأطفال ما دون 3 سنوات، وكل شيء بهالمركز يدون لحتى إن شاء الله نهيئ مادة للأبحاث بالمستقبل. طبعا أكيد رح نرجع نحكي تفاصيل إضافية، وبعرف دايما بيكون في جديد عندكم، وبعرف دايما بتشتغلوا على هيدا التطور. رانيا حلاوي، لما نحكي عن ثقافة، لما بنحكي عن الإرث الفني اللي بلبنان، عنا كتير فنانين منفتخر فيهم، عنا أشخاص يمكن ما عم يتضوا عليهم، ناس عم تاخد فرص خارج لبنان أكتر من داخل لبنان. قدي بتعتبروا أنه هيدي حضرتك قيمة على قدرات هالمعرض اللي هو الفاندريزينج لأسيل، قدي بتعتبر أنه هيدا الجانب هو مكمل للرسالة يلي بيقدموها الجمعيات والعمل الاجتماعي مثل أسيل من ضمن جمعية الإمام الصدر؟ تماما مثل ما عم تحكي شادي، انه نحن عنا كتير مواهب بعدها مش معروفة، بعدها مخبية بلبنان، وما فينا نضلنا نشتغل على طريقة انه هيدا الفنان مشهور، يعني هيدا الفنان بقدر انا جيبه او اعمل له معرض او شيء. يعني هو تكملة الفن مع رسالة أسيل بالاخر هي نفسها،
لأنه الفنان مثل وقت يطلع على لوحة بيضاء، على كانفاس بيضاء وبده يرسم، أول شيء اللوحة بيضاء، ما عم بيقدر يعرف شو بده يرسم، أو يمكن الفكرة براسه بس الطريقة مش موجودة. فمثل ما الفنان يمسك هالريشة وببلش يعطي إحساسه، ببلش يعطي شغف بهاللوحة لا تطلع بالآخر لوحة فنية، هالولد نفس الشيء، لأنه هالولد بيخلق صفحة بيضاء. كل ما نحن نحيطه ونرعيه ونحبه، كل ما صار عنده قدرات أكثر، ومن هون خلقت فكرة أنه نسمي المعرض قدرات. طبعاً رح نحكي بهذا التعاون أكيد. كيف ولد، رح نحكي بتفاصيل المشاركين كمان. بالعودة لأسيل اليوم، هالمركز يلي متخصص للأطفال ما دون عمر 3 سنوات، يلي هي المرحلة الأساسية يلي بنقدر فيها نعمل تغيير، اليوم المركز شو أهمية يلي عم بقدمه؟ قدي عم بحاول أنه كمان يطلع على التكنولوجيا اللي عم بتكون عالمية بهذا المكان لحتى يقدر يستقطبها، يقدر يتعلم منها ويقدر يخدم فيها هالأطفال. اليوم أنتوا وين من هالقدرات يلي عم تشتغلوا عليها؟ قبل ما أحكي عن القدرات الفنية. هلأ المركز طبيعة كل شيء برامج عم بتكون مبنية على evidence based، مبنية على الأبحاث. والمثل ما قلت لك، الميزة اللي هي فيها هي هالتكامل بالعلاج، يعني نقدر نعمل برنامج واحد موحد للأسرة وطفله عبر فريق متعدد اختصاصات، هيك بنقدر نحيط بكل جوانب الطفل والأسرة، لأنه نحن لما بنحكي عن بيبي عم نحكي عن أسرة بحد ذاتها وكاملة. وبذات الوقت كل تخصص له إضافات على البرنامج، هيدا كله بيزيده غنى. اللي بيميز كمان هو أنه نحن عم نشتغل على مجموعة صغيرة من الأسر، بس طموحنا وشغلنا هو أنه نشتغل مع الجامعات لحتى نهيئ ناس تقدر تكفي هيدي الطريق، لأنه أسيل لحاله ما بيكفي الحاجة الموجودة عنا بالبلد. ضروري يصير في تمكين لمعالجين جدد لحتى يكفوا هيدا الشيء بكل لبنان، وبذات الوقت يصير في تغيير بالمنهاج ويصير في تركيز أكتر على هالفترة العمرية اللي هي أساسية عشان الطفل يوصل لأقصى قدراته. نعم. رانيا، لما نحكي عن هيدا التعاون قدرات، خبريني شوي أكتر كيف تكونت الفكرة، كيف لتحضر لها، وكيف بدأت بمحل وأخذت منحتين كمان، it was escalating مثل ما بيقولوا، يعني كبرت. مزبوط. هلأ بالنهاية أسيل عندها بروجرام اسمه فن ريزينج، بتعمله كل سنة بضم نطاق الفن لحتى تقدر تجمع شوية مصاري لحتى يقدروا يستمروا بكذا شغلة. سو السنة اتصلت فيه ست مليحة، وانه على أساس في ناس مقدمين للوحات، بقى بركي نقدر نعمل معرض من هدول اللوحات. رحت أنا على المركز وشفت اللوحات، واللوحات حلوين كتير بس ما بكفوا لحتى للهدف اللي نحنا بدنا إياه. سو من هون كبرت الفكرة وكبر المشروع، وقلت لها بدنا نعمل على صعيد أكبر، وبلشت أتصل بالفنانين وأعرض عليهم الهدف من هالمعرض، والحمد لله وكتر خير كل الفنانين كلهم كانوا متجاوبين وقدموا لنا لوحات، وعنا اليوم 38 فنان مقدمين 52 لوحة. شادي، عنا فنانين من الصف الأول، عنا فنانين معروفين بلبنان، وعنا فنانين بعدهم بأول طلعتهم، لأنه حبينا أنه نعطي المجال للكل لمساعدة أسيل، لأنه بالنهاية هني عم بيعملوها هيدي القصة كمان لأنه بيؤمنوا بالقضية ولحتى يساعدوا. طبعاً قدست مليحة هيدي التعاون يلي بنلمسه مع هالفنانين مع هالعدد من اللوحات، بأثر فيكن قدي، بخليكن تفكروا دايماً أنه إيه في دايما حافز لحتى نتقدم لحتى نتطور، وبيخلينا نفكر انه ايه ده دليل عافية كمان، يعني بعد في خير بالمجتمع. بتعرف نحن ابناء مسيرة اسمها الامام الصدر، وبهيدي المسيرة من الاول الامام بيامن بكل فرد موجود بهالمجتمع، وبيامن بالتشابك، لانه المجتمع هيك بيبنى وهيك بيقوى، وكل ما يكون في اختلاف كل ما بالعكس بتزيد الوحدة بالمجتمع. صحيح.
وأسيل على ذات الطريق مش أول مرة بتعاون مع فنانين. نحن بال2017 كان عنا كامبين مع مجموعة كتير كبيرة من الفنانين اللي نحن فخورين فيهم بلبنان، كمان اسمها كان أول مرة. لذلك مثل ما قلت حضرتك بيكبر قلبه الواحد انه منه لحاله، هالتشابك بيزيد من الوعي، بيعمل توعية اكبر، لانه بالنهاية الفنانين محبوبين من قبل الناس، ولانه بيصير في اهتمامات مختلفة كلها عم بتصب برسالة واحدة، اكيد بتقوي الطريق اكتر. طبعا رانيا بالكريب باليو اس جي بمونو باربعة شهر، يعني نهار الخميس على راب، ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر ولا 9 المساء، خبريني شو رح يصير. اوكي سو مثل ما قلت شادي، بالكريبت تحت الكنيسه بالمونو رح يكون في معرض فني من الاربعة للتسعة، بيحوي مثل ما حكينا 52 لوحه. ضمن المعرض من الخمسه للستة رح يصير في مزيد على لوحات الفنانين الصف الاول. اكيد نحن داعيين الناس، بس كمان الموجودين هاللي بحبوا يشاركوا بالمزيد اهلا وسهلا فيهم. سو القصة رح تكون يعني كل الناس، كل الفنانين مجموعين بمحل واحد. اوكي من الاربعة للتسعة بالليل للساعة 9. كل حال لنحفز المشاهدين اكثر ونخليهم هيك يتحمسوا كمان، يكونوا عم بيشاركوا وعم بيحطوا من وقتهم، وحتى يمكن الاشخاص يمكن اللي مش قادرة انها تدعم ماديا قادرة تدعم معنويا وفنيا، وهي تتسقف وضروري تكون موجودة. أكيد. كمان أكيد. رح نشوف تيزر فيديو ونرجع نتابع حوارنا. يعني إذا هيدا التيزر we can't wait لحتى نشوف شو المضمون. أدي هيدا التنوع كنتو حطيته ثيم معين أو خليته كل فنان يعطي هو من حاله؟ خبريني شوي كيف اشتغلتوا بهذا الإطار. قدرات موضوع واسع كتير. أوكي سو نحكى عن الموضوع أكيد، بس خلينا كل فنان هو يشتغل لوحده، يعني ما لحقناه هون بال بتأثر هي على المعرض. يعني كونك خبيرة بهذا الموضوع، أوقات الـ One Team بيأثر سلبا أم إيجابا، كيف؟ مثل ما عم بقلك شادي، مرات الثيم بيأثر، بس بما أنه قدرات ثيم كتير متشعب، إذا يعني بس نطلع الفيديو بنشوف أنه كل فنان حاطط قدراته بهذا الشيء بالطريقة هو اللي بيشوفها، بالطريقة هو اللي بيفهمها. سو ما لقينا مشكل بهذا الموضوع ابدا. شادي كانوا الفنانين متعاونين. هلا في محلات اكيد طلب مني انه اختار واخترت. اوكي بس انه عامة يعني كلهم قدموا من قلبهم. على كل حال هذا تنوع بيشبه نهج الإمام صادر، هذا التشابك يلي بألوان كل الوطن بنقدر نبني الوطن. اليوم ست مليحة يعني راعي اللي رح يروح من خلال الأرباح اللي رح تطلع لها الهدف الإنساني رح تروح لبروجكت معين عم بتحضروا له أو لا بالمطلق لأسيل هيك، ومنه بننطلق لنشوف إذا في أشياء جديدة عم بتحضروا له كمان. هو كلنا عايشين بالبلد وبنعرف انه في كتير صعوبات وفي كتير تحديات عم يقلط فيها البلد، لذلك اول شيء بيتاثروا فيه هن الجمعيات اللي هي غير ربحيه واللي هي هدفها انساني. أسيل من ضمن هالجمعيات اللي عم تتاثر، لانه هي من ضمن كمان هالمؤسسات اللي اسمها مؤسسات الامام الصدر. ريعه اكيد كل شيء رح يكون بهالمعرض رح يكون لتكملة المسيرة، لحتى نضلنا على هالنموذج الخدمات اللي عم نقدمه بالطريقة اللي بتسمح انه تكون عم تراعي كرامة الانسان. انا هون بدي استفيد من الفرصة، هيدي الفكرة ما كانت نجحت اذا ما كان في اشخاص امنوا بالفكرة وعطوا من قلبهم وعطوا من تخصصهم ومن من خبرتهم ومن كل شيء، باشن من كل شيء موجود
على رأسهم مدام رانيا. ما كانت خلصت وأكيد في أشخاص كتير فريق عمل بأسيل وفي فريق العمل اللي كمان شارك للمعرض. بقى من قلبي بشكرهم ونجاح المشروع هو بتصور أكبر موتيفيشن للكل. طبعا اليوم كمان احنا على شهر تقريبا ما يقارب من بداية شهر رمضان الكريم. أدي أسيل كمان بهالعمل الإنساني يلي يمكن روح شهر رمضان بتدور معها على مدار السنة، ما بتلتزم بس بثلاثين نهار. في اشياء ايفنتس عم تتحضر، في اشياء عم بتفكروا فيها، خبريني. سبقتني. تعرف نحن بنحاول عادة خاصة الميديا ديبارتمنت بأسيل يطلعوا بأفكار مميزة تحكي رسالة أسيل، وبذات الوقت يكون فيها التنوع الموجود بلبنان. يعني تقدر مثلا نفترض بشهر رمضان نحكي عن القيم اللي موجودة بشهر رمضان، بس بشكل تكون عم تحكي الجميع مش بس طائفة معينة. مزبوط. بشهر رمضان كمان عنا إيفنت ما حكينه لعند حدا، ما بعرف أنت من وين حسيت. رح يكون بقلب أسيل، وبذات الوقت عم يحكي الأطفال ما دون 12 سنة تيشاركوا، كل الأطفال شو ما كانت قدراتهم، وينبسطوا ويلعبوا، وبعدين نجتمع على مائدة الرحمن مثل ما بيقولوا، وياكلوا ويغنوا ويعملوا كتير قصص. إن شاء الله دايما بهالهمة. تحية لكل فريق عمل أسيل، تحية لكل فريق عمل كمان قدرات. رانيا حلاوة شكرا لك. إن شاء الله دايما بهالهمة، مش بس بهذا الإيفنت، على صعيد كل الإيفنتس اللي بتشتغل عليهم على صعيد الوطن. السيدة مليحة الصادر مديرة مركز التدخل المبكر، أسيل شكرا لك. موفقين بكل شيء. مشاهدينا بذكركم بالكريب دليو يجي نهار الخميس بأربعة نيسان ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر وللساعة 9. Do not miss it. نزلوا وشوفوا اللوحات. أهلا وسهلا فيكم، أتمنى لكم نهار حلو. يا أهلا مشاهدينا، بريك بيفصلنا عن متابعة صبحيتنا. No zapping، خليكم معنا مشاهدينا منتابع نحن وياكم. برحب بكل الأشخاص اللي انضموا لنا هلا. بذكركم أنه من خلال فيسبوك عم ترجعوا تقدروا تحضروا كل اللقاءات، وأكيد من خلال يوتيوب ومن خلال www.teleliban.com.lb. نحن وياكم منروح لموضوع آخر، لكتاب يجمع ثقافة وفن وأرشيف تاريخ فني منفتخر فيه لما نحكي باسمه. هو من أعمدة الفنانين يلي منتغنى فيهم بشرقنا. لما نقول صباح فخري هو فخر، وهو إضافة للمكتبة الموسيقية العربية الشرقية. اليوم بكتاب صدر عن دار أشات أنطوان، تصدر كتاب صباح فخري سيرة وتراث هالمرحلة، وخاصة أنه من إنتاج الكاتبة السورية شذا نصر. لحتى نحكي أكثر عن هالكتاب، رنا نجار بتخبرنا أكثر عن التحدي يلي أدى لنجاح وإصدار هالكتاب. رنا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. لما نحكي عن إرثنا الفني العربي في كتير فنانين نفتخر فيهم، ومنهم صباح فخري والكاتبة السورية شذا نصار، كمان من الأشخاص يلي كان فيها الحكاية وهالعلاقة مع الفنان صباح فخري. خبريني بالبداية عن هالعلاقة يلي أثمرت هيدا الكتاب. أول شيء هيدا الكتاب صدر عن أشات أنطوان للكاتبة شذا نصار. شذا عندها شخصية كتير كتير غريبة ومهضومة بنفس الوقت. يعني هي أصلا عاملة دكتوراه بالصيدلة وكانت تتعلم بجامعة دمشق، ومن ثم فاتت على الفن لأنه عندها مثل ما منشوف إذا بنقدر نشوف على الكاميرا غلاف الكتاب هي رسمته بإيدها، وهي أصلا رسامة وكمان اشتغلت شوي بالتياتر والمسرح بالشام. لما هي بتعرف صباح فخري من لما كانوا كتير صغار، يعني هيك عندهم قصة كتير مهضومة بتخبرها بقلب الكتاب أول ما بتبلش، إنه كانوا كتير صغار وقرر بيهم بليلة بنهار جمعة نهار العطلة يخدهم على حلب القديمة. بتعرف الأولاد بحبوا ما بحبوا كتير زيارات العائلية، فهن صاروا يتلمضوا، واحد يقول ما بدي يروح، بس بتعرف لازم دايما، خاصة بوقت عم نحكي أيام زمان كنا كتير نحترم رأي أمنا وبينا، فبدنا نروح معهم على الزيارة.
راحوا على الزيارة، في مناقشة بالموضوع يعني. راحوا على الزيارة وكان في حفلة وقام غنى فيها صباح فخري، وبتخبر، ما بدي احرق الكتاب، بتخبر شذا شو صار بهيدا النهار وكيف صباح فخري خوت العالم، كان يمكن عمره هون شي 7-8 سنين او شي هيك. وهيك تعرفت على صباح فخري، يعني تعرفت عليه بحواري حلب القديمه اللي هي كمان الكتاب بيضوي عليها. يعني الكتاب مش عم يحكي عن صباح فخري لحاله كفن، عم يحكي عن صباح فخري كسيره وطن. يعني طبعا. صباح فخري كيف انطلق من قلب حلب القديمه، منعرج على حلب التراثية، منحكي عن تاريخ حلب ولماذا حلب، منحكي عن المناطق اللي تنقل فيها بسوريا صباح فخري، إن كان بين حلب والشام أو حلب القديمة وحلب الأكثر تجديدا يعني. وبعدين منحكي عن سيرته، عن طبعا صباح فخري هو عملاق من عمالقة الفن ومعه مفتاح لوس أنجلوس، أخذ جوائز عالمية. طبعا على كل حال كاتبة شذا نصار كمان بتقول أنه هالكتاب هو رسالة سامية لتكريم الفن الأصيل وتراث الحلبي العريق من خلال صاحب الحنجرة المسية العملاق صباح فخري. اليوم لما ينشغل على هيدا التراث الفني اللي حكما في من خلاله متابعة تاريخية، وحكما في كمان دمج مع تراث مجتمع وثقافة وحقبة معينة، كيف هالتعاون بين دار النشر، بين الكاتبة، بين عائلة كمان صباح فخري وشخصه، لأنه كمان كان حاضر بالندوة اللي رح نحكي عنها بعد شوي، أدي كل هالعوامل كان فيها تحدي بالعمل على أرشفة كل شيء، البحث عن الأرشيف، كان في صعوبة بهذا المجال. كان في صعوبة كتير بأن نلاقي صور. بتعرف نحن هلأ بحرب بسوريا ونحن العرب ما كتير منوثق الأشياء، ففي كتير صور لصباح فخري نفسه بأماكن ساعدونا فيهم عائلته، ساعدتنا شذا نصار لأنه هي عندها كمان جزء أساسي من الصور، وأنس يعني لازم اليوم كمان وجه لهم تحية لعائلة صباح فخري ولا شذا نصار، هن شوي ساعدونا، ولكن في كم كتير كبير. يعني هذا كتاب فني، يعني أحلى شيء فيه تكون في صورة جميلة، صورة تاريخية، صور نادرة. شوي تعذبنا تنلاقي صور نادرة لأنه نحن شوي يعني دار أشات أنطوان شوي إذا بدك عنده معايير معينة، عنده ستاندرد ما بيقدر ينزل عليها. يعني لما بدنا نعمل كتاب فني بدنا ننتبه أنه يكون الإخراج ذو قيمة فنية عالية توازي القيمة الثقافية والمعلومات اللي بقلبه، لأنه بقلب الكتاب فيه كمان بحث كبير بيحكي عن تاريخ رجل يعني علم بالفن الشرقي إذا بدك أيقونة. شو صعوبة كانت؟ شو أكتر شيء؟ صعوبة إنه نلاقي صور بمرحلة معينة، وين أي صور يمكن عذبوكم أكتر شيء لتقدر أكتر شيء؟ صور مثلا صور عن حلب القديمة وعن حلب الجديدة، صور صور لصباح وشاب هو وصغير، صور كمان هو في شابيتر عن شيوخ الطرب اللي هن علموا صباح، كمان هي كانت في صعوبة إنه نلاقي صورهم. بس طبعا عملنا بحث كتير كبير. الكتاب أخذ 4 سنين مع شذا نصار، يعني هي بتقول إنه هيدا ابني وكان لازم أعمله على، يعني واحد لما بيربي ابنه بحب يحطه أحسن مدرسة وأحسن جامعة ويعلمه كل السكيلز المهمة بالحياة. فهي كانت بتقول إنه أنا حبيت أعمله على أحسن على أعلى درجات الفنية والدقة والمعايير النشر المرتبة. كرمال هيك هي قررت تعمله مع أشات أنطوان. أصلا كمان أنا كنت عرابت الكتاب إذا بدك، يعني وقت عرفنا من الكتاب كان في صديقة مشتركة بيني وبين شذا اسمها من بيت النمر، هي صديقة شذا، فعم بتقلي إنه صديقتي عم تكتب كتاب عن صباح فخري وما عم بتلاقي ده نشر يفهم عليها شو بدها تعمل، وهي عبالها تعمل كتاب يكون أنيق شو دور اللي انتو بتلعبوه هون من خلال هيك هاللي اوت، من خلال الاخراج؟ ما رح فوت بتفاصيل الكتاب، فرجي على الكاميرا ما بدي احرق، لانه في كتير اشياء حصريه، يعني عن جد الناس تروح تاخذ الكتاب تشتري وتشوفها لانه مهمه جدا. كيف اشتغلتوا على موازاه هالقيمه الفنيه بالمضمون بهالستاندرز اللي عم تحكي عنه؟ يعني فيك تبلش من الخط، اول شيء في خطاط رسم، يعني كمان نوجه له تحيه، في خطاط عمل، يعني اذا بدك عم تحكي عن تراث فلازم الكتاب يكون له هويه. يعني انا ما فيني اليوم اعمل عن صباح فخري اللي هو شيخ القدود الحلبيه وهو ايقونه الغناء الشرقي بالعالم وما اعمل كتاب بيشبه
بيشبه حلب، بيشبه الثقافة العربية والخط العربي الأصيل، بيشبه صوت صباح فخر. مزبوط، يعني ما فيك تعمل كتاب لا يليق بصاحب هالكتاب طبعا. فلذلك انت بتشوف بتبلش من الخط العربي، من الغلاف اللي نحن عادة أغلفتنا مش مرسومة بتكون صور، ولكن هون حبينا نغير نعمل صورة خاصة بصباح فخر اللي هي رسمتها شازا نصار. كمان بالنسبة لنوعية الورق اللي عم نستعملها، بالنسبة للألوان المستعملة جوا، يعني كمان لما بتحكي اليوم عن كتاب تراثي وفني بدك شوي تشتغل على الألوان اللي يعني يكون الكتاب له مثل ما قلت لك هوية وألوان خاصة فيه وتحطه بقيمته الأساسية. رنا اليوم لما كان حاضر صباح فخري بالندوة اللي أقيمت بمنطقة كليمانسو، خبريني شوي، يعني كان في حضور كمان لإضافة طبعا للكاتبة شذا نصار، كان في الموسيقى اللي سحاب الإعلامي رفيق نصر الله والموسيقى والفنان غدي الرحباني، وكان في شهادة كمان من أنس ابنه للفنان صباح فخري وبحضوره. خبريني شوي كيف كانت الأجواء وهو شو كان انطباعه؟ أول شيء صباح فخري كان مش إنه مبسوط، كان يعني آخر انبساط مثل ما بيقولوا المصريين، كان كتير مبسوط وفرحان لأنه هيدا أول كتاب بينعمل لإله. يعني نحن منشوف هو بيوازي بأهميته اللي هن عمالقة الفن مثلا عبد الوهاب أو أم كلثوم أو فيروز، عصر الكثير منهم بتذكروا هذا الشيء بالكتاب. فهو مش معقول، يعني في غير الفنانين، بتعرف أنت المصريين شاطرين كتير بالنشر، فكان عندهم كتير كتب عن حياتهم أو عن أعمالهم، وإنما صباح فخري كان هذا الكتاب الأول لإله، فهو كتير انبسط لأنه هيدي وثيقة. وطبعا هو نحن بالنسبة لنا كأشات أنطوان نحن ما بنعمل كتب فنية، ولكن لما تعرفت على شازا نصار من خلال ريم النمر، هلأ ذكرت الاسم الصغير، كانت الفكرة أنه نحن نكرم هيك شخص من خلال دار أشات أنطوان، كان لنا الفخر أنه نكرم صباح فخري طبعا. فهو وقتها شاف الكتاب، شافه قبل أول مرة بالبيت، كان شوي تعبان، فكان كمان طبعا يعني قبل ما ينطبع كان أنس عم بيشوف إشياء، بس اللي هن أكتر شيء لحقوا زميلتنا باسكال أهوجي، لازم نوجه لها تحية، وشازا نصار كانوا عم بيلحقوا كل الديتاي، كل المراحل، نعم، كل التفاصيل. ولكن هو كان كتير مبسوط، يعني حتى وقتها كان في شهادات على المسرح أنا تفاجأت فيه، مع أنه صار كبير بالعمر الله يطول عمره، ولكن كان هيك مبسوط. وحتى في حدا حكي يعني ذاكرته بعدها كتير قوية، يعني في شخص قام حكي بالندوة وقال انه سنة كذا صار هيك مع صباح فخري، قال له لا مش صحيح، صحح تاريخ. كان كتير مبسوط وحتى تصور مع الناس، وللحقيقة انه نحن كنا متوقعين يجي عدد عقد التياتر، الأنفي تياتر انتلى بدار النمر، واضطرينا انه الناس نخلي الناس كمان واقفة بسال تانية بالخارج. يعني كان عنده توصية، تعرف هو له محبين طبعا. طبعا كان عنده توصيات او تمنيات قبل ما يبلش أبداً. يعني بسياق العمل كان عنده هيك طلبات، هو بيوسع كتير بشزا، ما قلت لك هن اصدقاء طفولة، يعني مع انه شزا اصغر منه بالعمر، ولكن هو بيوسع فيها وهي كتير دقيقة، سوبر دقيقة بالاشياء، فكرمل هيك كان عطيها الثقة، وكانت هي اصلا عاملة معه كذا انترفيو، اخذ اذنه بالكتاب، و فبيوثق بشغله كتير، وطبعا بيوثق بأشات أنطوان، لأنه نحن يعني كمان ما بنقبل نطلع كتاب ما يكون يليق فيه ويليق فينا كدار. يعني أكيد. كيف كانت الشهادات اللي أدلوا فيها الحاضرين، يعني من إن كان الفنان غدي رحباني، الإعلامي رفيق نصر الله، وأيضا الموسيقى اللي سحاب؟ كانت شهادات كتير مهمة، والحلو أنه ناقد ومؤرخ كبير مثل الياس سحاب يحكي بإيجابية وبإعجاب كبير عن الكتاب، كان كمان هيدا بالنسبة لنا شهادة كتير كتير كبيرة للكتاب. في الإعلامي نصر الله كمان، هو كان من الناس، رفيق نصر هو للناس اللي كمان صديق لعائلة شذا، لشذا نصر وزوجة، وكان هو من المشجعين لإلها، يعني دايما كان يتفشى إلها لازم تعملي هالكتاب، فكمان حكي عن هيدا الموضوع. أستاذ غدي يعني شهاداتهم عن جد كانت كتير حلوة. ومؤثرة فينا. واللافت كان في شخص إجا ما بنعرف كيف، شيخ من الشيوخ المعممين، وإجا حكي فجأة طلع وقال أنه أنا من الناس اللي بيحبوا صباح فخري وبسمعوا، وأنا كشيخ
بدي أخبركم أنه اليوم مش حرام الموسيقى، واللي ما بيسمع موسيقى هيدا الشيء يعتبر أنه مش معقول في إنسان ما بيسمع زقزقة العصافير ويطرب طبعا لها، فأكيد بده يسمع موسيقى. أكيد. فكانت هاي مهمة. إذا بدي أحكي شوي عن الدرافتس اللي مرق فيهم الكتاب، لأنه انشغل على مدار 4 سنوات تقريبا، انعمل درافتس، رجعت صحح تنقح، كيف هيك انشغل بهالمراحل؟ في اشياء يعني بعرف كمان اوقات منغربل المعلومات، منلاقي اشياء كمان اكثر، يعني بعرف قد ايه كنتوا دقيقين بالاختيار، لانه هالقد المسيره الفنيه غنيه، وهالقد اللي مطلوب كمان لازم يكون على القد بالمضمون. هلا بس خليني خبرك انه الكتاب اول ما جبته شذا نصار كان هالقد، وكان مكتوب خط ايدها، وهي حاطه عامله بخط ايدها محل، وحاطه صور، ويعني طبعا اضطرينا يعني اذا بتشوفوا هلا بتحسوا كمان كبير، انه رجل صار عمره اليوم 85 سنه، بلش غنى من لما كان طفل صغير عمره 7 سنين حتى يمكن قبل طبعا. فلذلك كان لازم نقيم، يعني بدك تشدشد، بدك تحط هذا الكتاب ليس موجها للسوريين فقط او للبنانيين طبعا. هو موجه لكل العالم العربي، وكمان للناس الشاشر، للباحثين كمان ممكن يستفيدوا منه، الباحثين والمؤرخين مرجع بالموسيقى. فلازم كنا ننتبه لأي معلومات عم نحط ندقق فيها، كل معلومة بدها توجد بدنا ندقق فيها، بخصوصا مثلا عن تاريخ حلب أو عن تاريخ المناطق أو عن شيوخ الطرب. فكانت هيدي صورة بتجمع هاي بمقابلة بالروشة ببيروت بين شذا نصار وصباح فخري. صباح على فكرة المقابلة فخري كلها مكتوبة بقلب الكتاب طبعا، بيحكي فيها صباح فخري عن كل شيء بالحياة، عن الطرب، عن العيلة، عن الغضب، عن الزواج، عن الحب. في بداخله كمان يعني الملفت كمان تحديد المراجع المعتمدة، الصور طبعاً طبعاً. هيدي شغلة فيها مصداقية طبعاً بالسورس اللي انشغل فيها، وكمان بالكتابة، بطريقة الطرح، البريزنتاسيون تبع الكتاب كله. قد اليوم انتم من بعد يعني تقديم الكتاب، من بعد الندوه، من بعد صدور هيدا الكتاب، قد ايه فخورين وقد ايه هيدي الخطوه يمكن ترجعوا بتعملوا هيك اعاده حسابات لحتى كمان يكون لها تتمه، يكون في كمان روحه لشخص. انا كنت بدي اقول لك بعد شغله، انه نحن كنا حابين نعمل الكتاب مع سيديه، يعني نحط فيه مثلا كل الاغاني الموجودين مذكورين نعملهم بسيديه، بس هيدا الموضوع اصلا الكتاب الفني اذا بده ينعمل مثل ما نحن عم نعمله بمعايير فنيه عاليه وجوده ورق وجوده خط ومثل ما عملنا نحن، بده بكلف كثير، وعاده دور النشر ما بتتحمل يعني تكلفة كتاب هالقد، وشو بالك ما نحط سيدي أو ديفيدي بقلبه. فإن شاء الله بالمرحلة اللاحقة يكون في أنس اليوم عم بحضر لكتاب يكون في كل أغاني صباح فخري مع السيديز تبعه، إن شاء الله يقدر يعني يلاقي له تمويل، لأنه هذا الكتاب بدون أي سيدي بكلف تقريبا فوق $50,000. ففي يعني تكلفة والمشكله الاساسيه انه كثير قليل الناس اللي هن او المؤسسات اللي هي بتدعم الكتب اليوم بالعالم العربي. رنا اليوم من خلال موقعكم كمان كدار اشاد اطوان، قد ايه اليوم الكتاب، وخاصه انه انتم اليوم عم تصدروا كتاب مش بس عم تستقدموا او عم تبيعوا، منا قصه تجاره بس، انما هي ارث فني عم بيتم الحفاظ عليه. اليوم شو وضع الكتاب مع كل الثوره التكنولوجيه، مع الكتاب الالكتروني اللي كمان اخذ حيز كبير، اليوم شو الفاليو تبع الكتاب، وكيف عم بتواجهوا هذا الواقع يلي اليوم عم نعيشه؟ نحن نواجه بالدقه بالترجمه، نحن معروفين كدار نشر لبنانية فرنسية، أشات اللي هو دار فرنسي، وعملنا مثل جملاج بين فرنسا ودار أشات أنطوان، يعني مكتبة أنطوان اللي هي كمان كانت بتملك طبعاً دار نوفل. اليوم بدي أقول لك شيء كتير مهم، أنه في مشكلة بالعالم العربي بالدقة بأي شيء، في مشكلة بالأديتينج، يعني كان دايما الكتاب يقولوا أنه ما في أديتر بقلب دار النشر بيقعد بيشوف بيقرا الصياغه مش بس تنقيح العربي، تنقيح العربي هين طبعاً. الصعب هو الاديتنج اللي هو التحرير،
التحرير اليوم مفقود تقريبا بدور النشر. هيدي المهنة بتشوفها بلندن مثلا، المحرر هو يعتبر رئيس دار النشر لأنه بده يقرأ ويعيد، وكمان الكتاب طيعين مرنين بأوروبا أو بتشوف انه الاديتور بيقول لهم مثلا شيلوا هالشابيتر بيشيلوا. نحن عندنا مشكله بالعالم العربي بعد انه في كتاب بيقول لك انا ممنوع شيل ولا حرف من قلب الكتاب، بس هيدا غلط، لانه بالنهايه انت لما بتشوف راي اخر او وجهه نظر اخرى وبتتحاوروا وبيصير في بلوره للكتاب، هيدا الشيء كثير مهم. نحن اليوم كدار نشر بنتميز بهالدقه، ان كان بالتحرير ان كان باختيار الروايات. تعرف نحن بالشهر او بيجينا تقريبا شي 500 روايه او 300 روايه، يعني يمكن من بس نغربلهم بيبقى منهم شي 3-4. فكرمال هيك اليوم الكتاب هو بخير، ولكن بدك تشتغل عليه يعني كمنظومه ثقافيه، كقيمه ادبيه مهمه. يعني نحن اليوم ما بنقبل انه نطلع كتاب ما يكون فيه قيمه ادبيه غير الاسلوب وغير اللغه طبعاً العربيه الصحيحه والجميلة. شكرا لأنه عم تحافظ على هذا الإرث الأساسي اللي هو الكتاب، وشكرا لأنه قدمتوا لنا كمان صباح فخري سيرة وتراث للكاتبة السورية شذا نصار. كنت حابة أقول لك بس شيء، إنه عم تحكي عن الإلكتروني، نحن موجودين، الكتاب موجود على كندل وموجود على موقع أشات أنطوان وموجود بكل المكتبات بالعالم العربي طبعاً. وهلا شذا اليوم ما قدرت تكون معنا، لازم نقول ليش، لانه هي عم بتحضر لتوقيع كتابها بمكتبه الاسد ب 8 الشهر. بنوجه لها تحيه ورح يكون صباح فخري معها. للاستاذ صباح فخري ولكل عائلته كمان، الله يطول بعمره. رنا نجار شكرا لك، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله دائما بنلتقى هيك لنحكي عن كتب ونحكي عن الثقافه ونحكي عن الكتاب يلي هو بالف خير مع أشات أنطوان. شكرا لك يا هلا. شكرا. مشاهدينا نحن وياكم بنتابع على صبحيتنا، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا، برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت سوا، مستمرين مع مجموعة فقرات ولقاءات حوارية أيضا بتتناول مختلف الأنشطة الموجودة على الساحة اللبنانية. إلى نقابة أطباء الأسنان بلبنان، نقابة طرابلس تحديدا، النقابة الناشطة على أكثر من صعيد، سوا رح نحكي أكثر عن الحملة الوطنية اللي بتتزامن مع اليوم العالمي لصحة الفم اللي تحديدا بيكون بنهار 20 أدار. ست رولا ديب خلف، دكتورة رولا ديب خلف نائبة أطباء الأسنان بلبنان الشمالي طرابلس، تنضم لنا لتفاصيل أكثر. دكتورة صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا. كل المشاهدين كمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. شرفتي شرفتي. 20 أدار اليوم العالمي لصحة الفم تحديدا، ليش اختيار هذا التاريخ؟ هو 20 أدار هو اليوم العالمي لصحة الفم. نعم. اللي اعتمدته الـ FDI الاتحاد العالمي لصحة الفم. نعم. واللي اعتمدته لانه مثل ما بتعرف انه المرض طب الاسنان اللي هو السوسي اللي هو الوباء الثالث الموجود والتسوس على خصوصا بلبنان. نعم. وبيطال 80% من المواطنين. نعم. وهو كتير مهم على كل الأصعدة، مشان هيك اختاروه بعشرين أذار. نعم. نعم. قلتي لي مرض التسوس أو وباء التسوس تحديدا بيطال 80% من اللبنانيين. شو يعني وباء التسوس؟ ياريت نعرف أكتر، يعني نحن أي متى بنكون دخلنا مرحلة هذا الوباء، أي متى بيكون موضوع بسيط، خبرينا تفاصيل أكتر. نحن اول شيء رح اخبرك اول شيء على اليوم العالمي، اليوم العالمي لصحه الفم اللي هو ب 20 اذار اللي عم يطال وعم نعزز فيه مفهوم الوقايه اكثر شيء، اللي بيطال كل المواطنين كبار وصغار على كل الاصعده لنحافظ على الصحه ولما يصير عنا تسوس. اول شيء بطريقه الفرشه اللي كتير مهمه، بارشادات كتير قليله، بسلسله حلقات للولاد خصوصا بالمدارس، لنفسر لهم قد ايه مهم انه يتعلموا كيف يفرشوا اسنانهم ويتعلموا شو نوعيه الاكل، يعرفوا ياخذوا الاكل الصحي عن الاكل المضر اللي هو فيه كتير سكاكر وفيه كتير مضر اللي هن بيوصلون للتسوس. وباء التسوس. لوباء التسوس. وباء التسوس والتهاب اللثه اللي هن عم اقول لك كثير كتار وعم يجوا من عدم تفرش اسنان ومن يعني بفهم منك انه التسوس، وباء التسوس هو نتيجه عدم
الفم، الاهتمام بنظافة الفم، الاسنان يعني بنظافة الفم والاسنان تحديدا، ما في اي سبب تاني يعني اليوم ما في اسباب تانية؟ في اسباب تانية انه شو عم ناكل، انه مثل ما بتعرف اكترية الاطفال واكترية الجن رح نقول اللي بالجامعات بيلاقوا اذا ان كان الشراب كله من الغاز المشروبات الغازية اللي بيشربوها بطريقة من دون وعي فينا نقول وبكثرة، وبنفس الوقت الأكل جانك فود مثل ما بنقول اللي بينقوها والسكاكر اللي كتير موجودة من دون الاهتمام مع بعضهم بيوصلونا للوباء التسوس والالتهابات كتير كمان بيصيروا عند اللسة، وللي هن عندهم أهمية وللي السنة أخذناه هو عنواننا الأساسي بالحملة الوطنية، لأن هن له تأثير كتير قوي على صحة الجسم. نعم. وبيعطينا على كتير أمراض، إن كان له تأثير هالالتهاب السنين أو هالالتهاب هالتسوس أو هالالتهاب السنين، عنا تأثير على القلب. نعم. على الرئة الرئتين. أف. على الكلاوي على الروماتيسم. وخصوصا عند الصغار إذا كان عندهم الإميونيتيب تبعهم بتكون كتير قليلة، أو عند المسنين أيام بيوصلوا لحالة خطيرة صحيا من سبب تسوس الأسنان اللي الكل بياخدوه أنه هيدا تسوس وهيدول السنين مش كتير مهمين. نعم. الجسم أهم. وساعتها بتطلع الفاتورة عندهم الصحية كتير عالية بسبب تسوس الأسنان اللي هي بفرشاة أسنان وبمعجون وبإرشادات كتير قليلة وقائية بتوصلنا. شو هي هذه الإرشادات دكتورة؟ يعني لنستفيد من وجودك معنا اليوم، بعتقد كل الناس بتعرف أنه لازم تهتم بأسنانها، تنظف أسنانها 3 مرات خلال النهار، يعني نعرف هالمعلومات، ولكن قديش نحن منطبقها فعلا للأسف دكتورة؟ هلا أنا مش رح أقلك 3 مرات، إذا مرتين بيصير طريقة تفرشي بطريقة مظبوطة والصبح وعشية. الصبح لأنه أكثر الوليد بتسألهم أي ساعة فرشيت أسنانك، بقلك الصبح قبل ما أتروق لازم هو بعد الترويقه يفرش اسنانه. نعم. وبعشية بقول لك قبل ما اتعشى ايام، وقليلة يقول لك قبل ما اروح على النوم يعني. بقى اذا بيتفرشوا خصوصا اذا بتبلش هي العاده من عند الاولاد الصغار من هني وصغار، ومنخلي الاهل هني يحمسوا الاولاد مثل ما لازم يتحمموا كل يوم، مثل ما لازم يغسلوا وجههم قبل ما يروحوا على المدرسه، يفرشوا اسنانهم بطريقه جديه كل يوم دقيقتين، ما عم نطلب اكثر. صحيح. وبفرشية سنين ومع معجون، وللي هن كتير بكلفوا 20,000 يمكن لكل السنة إذا بيفرشون وبيستعملون لكل كل يوم كل يوم كل يوم، هالعادي بيكتسبوها الأولاد بيصغرون وبتصير مهمة وأكثر ليصيروا عن كبر أكثر يعني. وهيدي العادي. وبنفس الوقت يعرفوا ينقوا بين الطعام اللي لازم يأكلوه مثل التفاحة، هي بتساعدهم كمان لتفرش سنين إذا كانوا بالمدارس، أو جزرة أو خيارة كمان هو اللي بيساعدوا على الأكل التاني. دكتورة عملية تفرشي يعني في كتير أراء بهذا الموضوع، أنه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، يمين شمال، أو بطريقة دائرية، شو هي الطريقة المثلى لل؟ هلأ نحن منهين على الولاد ومنقول لهم دايما روحوا من الزهري للأبيض، يعني من فوق من اللسة من اللسة لتحت، بتهين عليهم أكثر وقتها بتقلهم، وبتقلهم لازم من محل ما بتبلشوا دلكن مكملين لتوصلوا للآخر. وما ننسى من جوا، وما ننسى كمان محل ما بنمضغ الأسنان كمان كتير مهمة. ولازم من فوق ومن تحت. أنا للصغار بقلهم أيام حطوا ميوزيك أو غنية أنتوا بتحبوها على وقت دقيقتين وحطوها وقتها بتبلشوا لا تخلص. بس ساعة اللي بتخلص بتعرفوا أنه خلص وقت تفرشي. بهالطريقة بتكون بتعودوا أكتر. وكتير مهم أنه الأطفال وقتها منعودهم ما يحطوا كتير من المعجون أسنان، يحطوا نقطة صغيرة. أنا بقول لهم قد نقطة العدس للولاد، وما يحطوا مي ليقدروا يفرشوا أسنانهم، وإلا بيصيروا ضايعين بين المعجون وبين الريق وبين كل هيدا للفرش. نعم. لكن قليل من المعجون، قليل من المعجون وبلا مي يعني. وبلا مي. دكتورة بالنسبة للفرشية، فرشية الأسنان، البعض بيقول لازم تكون رقيقة، البعض التاني بيقول لازم تكون خشنة، يعني شو الأمثل، شو الأفضل؟ لا أحسن تكون سوب للولاد للكل للفرش أسنان. وحتى أكيد في حالات معينة بنطلب لي تكون كتير سوب لحسب العمليات، حسب يعني في
في ايام بنطلبها، في للتقويم عندهم فراشه خصوصي ليقدروا في البراكتس وقت بيكونوا محطوطين ليقدر تمرق الفرشاه بين كل كل شيء وبين الخط الشريط المعدني. نعم. كمان لما يعلق الاكل بال بسنين تماما. كمان وبين الشريط. دكتوره اذا بتسمحي يا ريت نعمل اطلالي على واقع النقابه بطرابلس، نقابه اطباء الاسنان. نعم. لبنان طرابلس هيدي تسميتها الرسميه. بداية ليش في نقابتين؟ ليش في نقابة أطباء الأسنان بلبنان وليش في نقابة الطرابلسية إذا صح التعبير؟ هلأ نحن مش لطرابلسية، هي كانت اسمها نقابة أطباء الأسنان في لبنان الشمالي، وما من زمان تحول اسم نقابة أطباء الأسنان في لبنان بيروت ونقابة أطباء الأسنان في لبنان طرابلس. ليش؟ صاروا مثل في كتير نقابات، نحن ما في غير نقابة الصيادلة هي النقابة الوحيدة اللي بتجمع الموحدة، بس نقابة المحامين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء ونقابة نقابة أطباء الأسنان عندنا نقابتين بلبنان على هيدا الصعيد. ونحن كنقابة لبنان بنجمع كل الشمال من أول إذا بدك من المدفون. من المدفون بدي اقول لك، كنت بدي لك من حاجز المدفون من المدفون لاقصى العكار بتشمل كل المناطق الشماليه. نعم. وبتكون تحت يعني كل حمايه كل اطباء الاسنان. صحيح. المنتسبين للنقابه بيكونوا تحت جناح النقابه وبتكون هي اللي حميتهم. نعم. ليقدروا يكونوا محميين بهالطريقه. يعني على امل دائما نحن كلنا ثقه اساسا بطبيب الاسنان اللبناني المتقدم المتطور المهني والمحترم، وهذا الشيء مش جديد ابدا على هذا القطاع اللبناني. اهلا وسهلا فيك يا نائبه رولا ديب خلف، طبعا نائبه اطباء الاسنان بلبنان طرابلس تحديدا، شرفتينا يعطيكم الف عافيه. ثانك يو. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا صفحتنا بتتابع برفقتكم عن جديد اليوم، برحب فيكم وبرحب ايضا بكل انضموا لنا بهذا الوقت. فقرات عديده ما زالت بانتظاركم الى نشاط جديد رح تشهده الصحه اللبنانيه بتاريخ 7 نيسان يوم الاحد المقبل. بالاحد 7 نيسان كورال خلينا نقول الجو الخاصه بمؤسسه الشهيد صبحي العقوري بالاشتراك مع مجموعه من افراد الكتيبه الايطاليه ضمن اليونيفيل بلبنان، رح يترافقوا باحياء امسيه متميزه. رح نعرف تفاصيلها اكثر مع مديره الكورال سيد فينوس كرم. صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا فيك فينوس، شرفتينا. يعني عودتنا دائما مؤسسه الشهيد صبحي العقوري على انه تعطي الافضل، تحاول تساعد الاولاد الموجودين ضمن كنفه اكثر واكثر وتعطيهم سبب احلى للحياه وللاستمراريه. بدي منك هيك بطريقه سريعه تخبريني عن الكورال الموجود ضمن المؤسسه. خبرك على المؤسسه من بعد استشهاد صبحي العقوري. نعم. عملوا هيدي المؤسسه لتخليد ذكرى، يعني من خلال المؤسسه اللي هي مدام تولي عقوري طلعت. صحيح. بالفكره مع كمان العائله يلي دعمتها. وصار عنا كتير أولاد بهيدي المؤسسة. نعم. وهو البيت تبعها يعني الهدف الأساسي، الهدف الأساسي هو أنه نكون حدهم للأولاد. نعم. معنويا، لأنه صاروا كلهم كأنهم عائلة واحدة. الأولاد بحبوا بعضهم وحتى بيوقفوا حد العيال حد الأمات، ومش بس كمان بس اولاد شهداء الجيش، فعندنا كمان اولاد شهداء القوى الامن الداخلي مؤخرا صاروا كمان عم ينضموا ضمن المؤسسه. قديش اهميه الاولاد اللي بتجمعهم، يعني بيجمعهم يعني للاسف استشهاد ابائهم ضمن المؤسسات العسكريه، كان مؤسسه الجيش اللبناني او مؤسسه قوى الامن الداخلي، قديش هيدي الجمعه خليني اقول بتكون محل قوه لهم، اذا يعني اذا صح التعبير بيعزوا بعضهم، بيساندوا بعضهم، بيعطوا دفع جابي لبعضهم البعض 100%. هن كتير متضامنين مع بعض كأنهم إخوة، يعني أنا بشوفهم وقت أكون عم نتمرن وهيك بيضحكوا مع بعض، بيزعلوا من بعض كأنه عائلة وإخوة عن جد، ومبسوطين يعني. هذا الشيء بيعطيهم فرح كتير. صحيح صحيح. تأسيس جوقة أو يعني إنشاء جوقة تحديدا عمل مش سهل أبدا، بيتطلب ثقافة غنائية، بيتطلب البحث عن أصوات جميلة، بيتطلب تدريبات مستمرة لأن الصوت ما عارف قديش لازم يتدرب، خاصة لما نحكي عن جوقة بدنا نحكي عن شيء أوموجين بيشبه بعضه، قديش العمل مش سهل أبدا. هلأ هو سهل ومش سهل، يعني نحن هيدا الكونسير بلشنا بتحضيره من 5 أشهر. نعم. بس إذا بتشوف الأولاد إنه اللغة غريبة عليهم
لأنه من سنة عملنا كونسير بباري وكنا مرنينهم ان فرونسي ونحن بلد فرانكوفون دونك ما في مشكلة كان سهل الخبر بس تعجبنا زيادة انه كمان مع اللغة اليونانية يعني ثلاث مرات عملهم تمرين يكونوا حفظوها سمعهم اياها ومرنهم عليها يحفظوا مباشرة حلو. عندهم كمان شغل بالبيت يعني بياخذوا كور ايطاليان وبيرجعوا بدرسوه بس هن بلا ما ياخذوا الكور ديجا انه على السمع يسمعوا الكلمة ويحفظوها كثير كثير هذه ميزة موجودة عند اللبنانيين خلينا نقول يعني قدرتهم على استيعاب اللغة حفظ اللغة ليش اخترتوا الإيطالي هذه المرة؟ هالمرة لأنه من قبل كنا حكين مع الكتيبة الفرنسية كان في إقبال وهذا تحدي جديد وفكرة جديدة لإلنا وحكينا مع الكتيبة التليانية هون وكانوا إيجابية وكتير ساعدونا هن كمان يعني بالتمرين لأنه أكيد الأغاني هن بيعرفوا فيها أكتر وشو يعني عنا كتير أغاني حلوة مثل جراند أموري مثل أوسوليميو الإيطاليانو أفي ماريا وكتير غيروا النشيد الوطني الإيطالي كتير كانوا مناح معهم وحسوا أنه ما ننغرب عنهم يعني الأولاد رح تكون الأمسية مشتركة عربي إيطالي ولا بيور لا المرة بيور إيطالي إيطالي كل الوقت خبريني عن التمارين عن أداء خلينا نقول الأطفال ضمن التمارين قديش كانوا متحمسين للتعرف على هذه اللغة وعلى الفن وعلى الموسيقى الجديدة الإيطالية حماس على طول موجود ما عندهم مشكلة يعني بيجوا من وين ما كان من جنوب من الشمال من بيروت كلهم يعني عم يتعبوا كتير عم يجوا مسافات كتير طويلة. ليتحضروا وكل جمعة تقريبا عم نحضرهم للعيدة وما بقولوا شيء مبسوطين حماس تمام نعم بيقولوا الموسيقى هي احد انواع العلاج المعتمده لكثير من المشاكل بتعرفي الاولاد اللي عندهم فقدان بمنازلهم وفقدان اكثر من فقدان اللي عندهم استشهاد ضمن منازلهم ايضا بعتقد بيكون اوقات يعني عندهم مشاكل وهذا الشيء كثير طبيعي قديش الموسيقى هي مش بس محل ليغنوا ليتسلوا قديش كمان بتحاولوا تساعدوهم يتخطوا مشاكلهم يشوفوا الحياه بطريقه افضل من خلال هذه التمارين كتير مزبوط هيدا الشيء لأنه في أيام حدا بيزعل أو حدا بقول لا ما كان لازم نعمل هيك أنا بدي هيدا الشغلة لإلي عادي يعني مثل كل شيء بس مبسوطين أنه عم بيغنوا تيرابي لإلهم كمان هلأ نية مش بس في الكورال في عندهم نشاطات كتير مثل الرحلات لبرا مثل المخيمات مثل اللقاءات كل سنة على نوال أو على رمضان بس على نوال بنسأل كل ولد شو عبال وكادوه مش انه بنجيب له كادو هيك يعني لا شو عبالك انت ومنأمن له اياه لنوال هول اشياء ثابته بينطرهم اهل سنوية. الولد والولد الامات حتى سنويا وفي اشياء بتجي هيك يعني مرافقه دايمه لعائله وبيناتهم في كمان دي سوربريز ايام يعني بعض المفاجات اللي يعني. معقول تكون موجوده الأمسية اللي عم نحكي عنها رح تصير على مسرح كازينو لبنان تحديدا 7 نيسان الساعه 4 بعد الظهر الدعوه لمين موجهه تحديدا لكل اللي بحب يجي لكل اللي بحب يجي في شارك بهذا الكونسير بهذه الأمسية الايطاليه بامتياز رح نتعرف على لغة جديدة على ثقافة جديدة على موسيقى أيضا خليني أقول جديدة ولكن قريبة من سمع اللبنانيين لما بتعرفي اللبناني بيسمع كل شيء إذا فينا نقول مزبوط باللغة الإيطاليانية هي سيتون لونغ موزيكال يعني هي لغة موسيقية نعم هي حلوة بتحكي عن حالة بتتغنى بالحكي يعني بدي لك يعطيكم ألف عافية على كل مجهودكم ضمن مؤسسة الشهيد صبحي العقوري هذه المؤسسة لهدف الأساس تخليد اسم الشهيد صبحي العقوري الشهيد اللي كلنا بنفتخر فيه كلنا بنفتخر بشهادته اللي من خلاله أعطى كتير لهذا الوطن وطبعا اسمه خالد بقلب كل مواطن فعلا عنده انتماء وطني وحس وطني أهلا وسهلا فيك فينوس كرم مديرة الكورال ضمن مؤسسة الشهيد صبحي العقوري شرفتينا يعطيك ألف عافية لألك. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا بريك قصير ومنتابع بقية فقراتنا خليكن معنا
مشاهدينا صباح الخير لكم لليوم من جديد، مستمرين نحن وياكم بلقاءاتنا وفقراتنا الحواريه، فقرات متعدده وبتنال مجموعه من المواضيع ايضا المختلفه الموجوده على الساحه اللبنانيه. نحن وياكم رح نروح الى عالم المظهر والى عالم الصوره لليوم مع مدربه واستشاريه المظهر مريم عمار. مريم صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. مريم، من ضمن عالم المظهر وعالم الصوره عالم جدا واسع وبعتقد صار حاجه اساسيه لنا بالعصر الحالي. صح. قبل ما فوت انا وياك الى الموضوع الاساسي لليوم اللي هو رح نحكي عن تاثير المظهر الخارجي على الثقه الداخليه خاصه عند السيدات، بدي منك تعرفينا شو يعني عالم المظهر او الصوره، ليش في استشاريين ومدربين بهذا المجال؟ لان المظهر هو شيء كثير اساسي على الصوره الداخليه للسيده او للرجل. نعم. على حد سواء، لانه نحن عندنا بس 20 ثانيه نعطي الانطباع الاول. صحيح. للاشخاص اللي حوالينا، فقد ايه مهم انه نحن نكون مرتاحين مع حالنا، قد ايه مهم انه نحن نكون عندنا ثقه بحالنا. صحيح. لتعلى عنا ثقتنا وبنفس الوقت الانطباع العالم عنا بيتغير. في كثير من السيدات بيكونوا كثير جميلين بس ما عندهم ثقه بحالهم، هذا الشيء بينعكس على تعاطي العالم معهم، وكمان بدومين الشغل او بدومين الجامعه، بدومين بكل المجالات كثير مهم المظهر، لانه بيعطينا فكره للشخص اللي مقابلنا قد ايه هو مهتم بحاله قبل ما يهتم بشغله. يعني مثلا بدومين الانترفيوز او المقابلات، اذا حدا عنده مقابله لشغل معين كثير بياخد صاحب الشغل انطباع عنك قد ايه انت مهتم بحالك، مهتم بمظهرك الخارجي. لا تقدر هالقد انت تكون متفاني بشغلك او مهتم بشغلك. فكرمال هيك مظبوط، هو كتير مهم المظهر الداخلي بينعكس على الصورة الخارجية والعكس صحيح. نعم، ذكرتي أول 20 ثانية من أي لقاء بنعمله بحياتنا، كان لقاء صداقة، لقاء عمل، لقاء عائلي اجتماعي والآخره، 20 ثانية الأولى تقيم حسب مظهرنا الخارجي. لما نقول حسب مظهرنا الخارجي، مقصود فقط اللباس وطريقة تقديم ملابسنا، أم المظهر الخارجي يتعدى اللباس وبيروح إلى حركة الجسد بشكل عام؟ هلا اكيد كثير مهم البادي لانجوج اللي هي حركه الجسد، اكيد هي كثير مهمه، بس انا قبل ما انت تعمل اي حركه الناس رح يطلعوا فيك اول شيء انت شو لابس، كيف متعاطي مع حالك، كيف مبين الاوتلوك يلي لقلك للعالم. صحيح. هلا هون قبل ما نفوت بقصص الداخليه، انا بهمني بقصه المظهر مش الماركات، يعني في فرق بين الماركات وفي. صحيح. فرق بين الستايل، في طمع. فرق قد ايه انت شخصيتك جريئه، وهون انا بقدر فوت لعده ستايل بيرسوناليتيز اللي هي عده شخصيات بالستايل. نعم. في يكون سيد كثير جريئه بلبسه وهذا الشيء بتقدر تعرفه من خلال اللباس اللي هي لبسته. صحيح. هون هي جريئه بس بحياتها. بس شو يعني مفهوم جريئه؟ يعني اليوم هو بحد ذاته كمصطلح غير متفق عليه، لانه في يكون لباس بمجتمع معين يسمى جرأة، بمجتمع تاني يسمى جدا عادي، فهون كيف فينا نعرف مصطلح جرأة لو سمحت؟ هون بتفرق شوي حسب الشخصية، يعني في سيدات ممكن يلبسوا قصص كتير طبيعية بس بهمهم هن يكونوا مرتاحين مع حالهم وما بهمهم العالم اللي حواليهم شو بيفكروا عنهم. هون ما بيكون تلبس اكتر من جينز، كنزة طبيعية، شميز ماكسيموم، وهذا ستايل موجود، هذا ستايل اكيد. صحيح. موجود وبكترة كمان بالمجتمعنا هون. او باي مجتمع، ويمكن اكتر شيء بالمجتمعات الاوروبية. صحيح. هذا بعد الثورة الصناعية لما المرأة دخلت الى سوق العمل اصبح هذا اللباس المريح هو جزء اساسي من حياتها. صح. لانه دخلت الى سوق العمل 100%. نعم. تاني ستايل اللي هي بتكون كلاسيكية، يعني بعد لهلا نحن عنا كتير سيدات او حتى رجال بيكونوا شخصيتهم كتير كلاسيكية، ما بيقدر يلبسوا الا لباس كتير كلاسيكي، وهون انت بتاخد عنه نظرة انه هو ما بيقدر يظهر برات الكومفورت زون. الكومفورت زون يعني محل ما هو بحس حاله مرتاح. صحيح. مساحة المريحة لشخصيته. مزبوط. نعم. ان كان بالالوان، ان كان باللباس، ان كان بالشوز، بالاكسسوارات اللي ممكن حتى يرتديهم الرجال، بينما ممكن تشوف رجال ممكن يتجرأوا بالاكسسوارات، ممكن يتجرأوا بلباس الوان معينه غير من الرجال ما رح يلبسونه، ونفس الشيء للنساء. وهذه اشاره على شو؟ يعني اليوم اذا رجل او مراه هن بيرتاحوا بالمحيط، خليني اقول يعني القريب منهم، المحيط اللي بنسميه مسالم مع الشخصيه اللي بترتاح فيه الشخصيه، كان على صعيد الالوان او طريقه او يعني خليني اقول نوعيه الملابس، او حتى يمكن على صعيد
الاكسسوارز اللي معقول يكونوا موجودين عندهم. هذه الشخصية اشارة لشو؟ يعني بتشير لشو بحياة المرأة او الرجل؟ قديش شخص بتصالح مع حاله؟ قديش شخص هو عنده تصالح مع حاله لدرجة انه مستعد يظهر بالمظهر يلي هو بيريحه وما بهمه رأي العالم؟ وفي ناس بيلبسوا لباس كتير جريء وهن شخصيتهم مش جريئة، وهم او بين هلالين مش الجرأة، يعني هي لباس اللي منه محتشم أبداً. فينا نقول جرأة بطريقة ارتداء شغلات غير مألوفة للعالم. صحيح. بالألوان، يعني أبسط الموضوع بالألوان، لما نشوف حدا لابس 3-4 ألوان بنفس الوقت، هيدي البعض بسميها تنسيق ألوان، البعض بسميها جرأة زيادة. هون كيف فينا نروح ندرس يعني علم الألوان بالتنسيق مع شخصية الناس؟ في عنا قانون بعلم المظهر اسمه أرموني أونيفرسال أو التوازن الطبيعي. صح. اللي هو موجود بالطبيعة والمطلوب يكون موجود أيضا بشخصيتنا. قديش نحن لازم نأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار؟ هذا الشيء كتير مهم. علم الألوان بخلينا، هو عالم كتير واسع، وهو فينا نحن ندخل فيه على تأثير الألوان على النفسية على الشخصية. قدامهم يكون الألوان كتير أساسية بلباس بديكور بيت بلبسنا. هلا من جهه الثلاث الوان او اربع الوان، نحن كاستشاريه مظهر انا اكيد بحبس انه نحن ننتقل لاكثر من لون واحد او لونين، بس ماكسيموم فينا نروح على ثلاث الوان. هيدا اللون يعني هون نحن بنكون بعدنا ضمن الحدود. طالما رح نتعدى هيدي الحدود، يعني نصير 5-6 ألوان أو ما بقى عنا تناسق، لا هيدا صار موضوع كتير منه مريح للنظر. صحيح. بس كمان في موضوع كتير مهم اللي هو الموضة. يعني في كتير نساء بيلبسوا ألوان معينة لأنها دارجة، مثل ما هلأ نحن فاتين على سبرينج سمر، الألوان اللي دارجة هي ألوان النيون، يعني الألوان اللي كتير قوية. قد في سيدات رح يتجرأوا انه يلبسوها، في نساء رح يلبسوها ما بتشبههم بس رح يلبسوها لانه على الموضة. تمام. وانا هون بكون مضادة مع هذا الكاركتر من الناس. يعني انا دائما بشجع على الموضة، بس انا بهمني الستيل اكتر. يعني انت اذا كنت كل يوم لابسة اللباس يلي بيلبق لك او يلي بيناسب شخصيتك، بيناسب الأندرتون يلي لقلك، يعني ما تحت البشرة بيناسب شكل جسمك، انت رح تكوني على الموضة كل يوم. انا مني مع ان احنا كتير نلحق الموضة اذا هي ما بتلبق لنا. وهيدا الشيء يلي من هون اختلقت الحاجة، لاني انا درست هيدا الاختصاص اللي ساعدني اني اقدر ساعد كل بنت تعرف شو القصص اللي بتلبق لها، هي بتلبق لها شكل جسمها. قديش صعبة وقديش سهلة تعرف السيدة شو اللي بيلبق لها او شو لا؟ يعني اليوم منلاقي بعض السيدات ما بيعرفوا فعلا شو بيلبق لهم او شو ما بيلبق لهم، اكان من اشكال التياب، من ستايل التياب او من لون. هل قد العملية معقدة وصعبة؟ لا، ما انا كثير معقده. انا بعمل جلسه هي اسمها الجلسه تحليل الالوان. يعني بنستعمل فيها قماشات معينين وبنقدر نعرف لكل سيده شو الالوان اللي بيناسبوا لها وجهها، بيضووا لها شعرها من صبغات شعر، ميك اب، فوندتان. قد ايه نحن بنقطع باختيارات خاطئه لهيدول البرودكتس، يعني قد ايه نحن امرار ممكن نشتري شغلات ما بتلبق لنا وبندفع عليهم مبالغ طائله وما بنلبسهم او ما بيناسبونا. كمان بعمل جلسه تحليل شكل الجسم، نعرف لكل سيدة شو شكل جسمها، شو بناسب قصة جسمها من التياب. هون عم بحكي بناطلين، جاكيتات، شميز، كتير قصص. ثالث ستيب اللي هي فيس شيب اناليسيس، يعني تحليل شكل الوجه. كمان كتير مهم نعرف نحن شو شكل وجهنا، شو بناسبنا قصات شعر، مش اذا ممثلة معينة قصت شعرها هيك لبقلة يعني انا اكيد حيلبق لنه. هذا كمان موضوع احنا كتير منفوت فيه بالتفاصيل. وقت تعرف السيدة قدي كل هالقصص بتلبق لها ومداويتها، كتير ثقتها بنفسها بتزيد. وتعاطي العالم معها كتير بتغير. نعم. حكيتي عن الألوان المتعددة اللي معقول تلجأ لهم خاصة السيدات، لأنه بنعرف إنه الموضة هي يعني موضوع بيترافق مع السيدات أكثر بكتير من الرجال. مصبوع. اليوم بحكم سوق العمل وبحكم الوظائف المتعددة اللي بتشغلها المرأة، في شيء اسمه دريس كود، يعني في ألوان أساسية مجبرات فيها السيدات لحتى يكونوا موجودين بأماكن عملهم، في قصات معينة من الملابس. قديش اليوم كمان فينا نحكي عن تناسق بالملابس ضمن إطار الدريس كود؟ أكيد هذا شيء كتير مهم، لأنه كل مكان له لباس المناسب لإله، كل مناسبة إلى اللباس المناسب لإله. الدريس كود مثلا بالانترفيوز أو بالشغل أكيد ما مفروض نلبس ألوان برات النيوترال كولرز اللي هي الألوان المحايدة، فيها تكون الكلاسيكية مثل أسود، رمادي، أبيض، كحلة. وممكن نتجرأ بالبنة، يعني هاي مش كتير بيلبسوا بنة وكامل هالتدرجات. أكيد منا كتير محبز اللون الأحمر بالعمل،
انه اللون الاحمر مثل ما قلت لك بالاول كثير بياثر على النفسيه، بياثر على الشخصيه. مثلا اللون الاحمر بيزيد ضربه القلب، اللون الاحمر بحفز للشهيه، فكل محل له الوان المناسبه له. نعم. من جهه الوان وحتى من جهه القصات كمان. نعم يعني دائما الالتزام اذا بنقول بمعايير كل محل بنكون موجودين فيه، شو بيتناسب مع هذا المحل من الوان، من اشكال ملابس معقول نلبسها. اوقات محل بده ملابس رسميه اكثر، اوقات محل بده ملابس تكون سبور اكثر بمحل محلات، يعني كمان نحن نعرف لوين رايحين وشو معقول نلبس بهذا المحل. للالوان اشارات كثيره مريم، يعني اذا بدنا نحكي تاريخيا وجدت الالوان لتدل على ثقافه معينه، على حضاره معينه، حتى اشكال الملابس. يعني الملابس هي ما كانت موضه لما بلشت، اذا بنحكي تاريخيا الاب المبرومي عند الرجال هي ظهرت بالصين مع الثوره الصينيه لحتى ترفض كل شيء كان موجود عندها من الغرب، من بعد اللون الاصفر اللي كان له دلاله اجتماعيه بالصين وبغيره من الدول. قديش اليوم الالوان ايضا بتدل بمحل من المحلات وبتعطي انطباع، ونحن لازم هذا الموضوع دائما يكون علامه استفهام عنه. كثير مهم، لان مثل ما خبرتك مثلا اعطيتك مثال اللون الاحمر، عندنا كثير الوان ثانيين. يعني اللون الاصفر هو لون بدل على البهجه والسرور عند كثير من العالم. اللون الاخضر بيعطينا السكون، بيعطينا سكينه، بيعطي راحه. اللون الازرق كثير بهدئ الاعصاب، كرمال هيك باكثريه الاوتفيتس يعني بالمستشفيات او بنلاقي انه اكثريتهم لابسين اللون الازرق، ازرق لأنه ابيض، يعني بنشوفه الازرق والابيض، الابيض لانه كثير كمان بيعطي كمان سلام، واللون الابيض له افعال علاجي، يعني له بيعالج بمحلات معينه. عندنا الوان لا بتعمل شيء معاكس، اللون الاحمر للاولاد بحطوه باوض النوم مش مزبوط لانه كثير بيسرع ضربه القلب، بصيروا انرجيتك. صحيح، اللون الاورنج بيساعد على النوم وعلى السكينه، يعني اللون الاحمر بالعكس تماما. يعني بيتفاجئوا الاهل انه انا ليه حاطه بقلب، مع انه انا حاطه باوضه اولادي اصفر واحمر، ليه ما بيناموا؟ لانه بحسوا حالهم انرجيتك بلا ما يحسوا. بينما المطاعم لمصلحتهم يحط اللون الاحمر لانه بحفز على الشهيه وبيساعد زياده الجوع عند الزبائن اللي اكيد. سو الالوان كثير مهمه تماما، علم بحد ذاته، يعني الالوان بكل الاحوال، ورح نغوص بتفاصيله بلقاءات متتاليه نحن وياكي. بدك اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم بصحيتنا، مريم عمار استشاريه ومدربه مظهر، شرفتينا ضمن صحيتنا. شكرا لك مريم، اهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا مجموعه من اللقاءات ايضا ما زالت بانتظاركم لليوم، ولكن بعد هذا البريك. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم ايضا من جديد ضمن صحيتنا لليوم، صحيتنا مستمره الى لقائنا الاخير لليوم، لقاء نحن وياكم رح نرجع فيه الى اليوم الوطني اللي بيحتفل فيه كل اللبنانيين الى عيد البشاره، هذا العيد اللي جمع كل اللبنانيين من مختلف الطوائف ومن مختلف ايضا المذاهب، ومش جديد ابدا على اللبنانيين انه يجتمعوا باكثر من ظرف باكثر من مناسبه، ومش جديد ابدا على اللبنانيين انه يخلقوا المناسبات اللي بتجمعهم وبتاكد على وحدتهم. يمكن الاستثناء هو التفرقة والشرزمة، ولكن القاعدة الأساسية بحياتنا كلبنانيين أنه نكون متكاتفين وإيد وحدة، على أمل هذه القاعدة تسود أكثر وأكثر ونشوف مظاهرها بأكثر من مناسبة وأكثر من حدث وأكثر من موقف. نحن وياكم لليوم رح نضوي أكثر على عيد البشارة مع فضيلة الشيخ محمد حسين الحج رئيس المجمع الثقافي الجعفري. فضيلتك صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا، شرفتنا. تنعاد عليك مع جميع اللبنانيين والعالم. شكرا فضيلتك. طبعا عيد البشارة هو عيد يعني هو ذكرى وطنية ب 25 أدار، عيد لك كل اللبنانيين. طبعاً. شفنا رئاسة الحكومة اللبنانية لعيد السنة اللي استضافت الفعالية بكل أبعادها، بعد ما كان استضافة السنة اللي فاتت على القصر الجمهوري. صحيح. القصر الجمهوري الرئاسة الأولى طبعا استضافت هذه الفعالية، السنة كانت بمبنى رئاسة الحكومة. بدي منك بداية فضيلتك، لما نحكي عن عيد بيجمع كل اللبنانيين، يعني هيدي الاعياد شو قيمتها؟ مش بس الدينيه، قيمتها الوطنيه لو سمحت. اولا بنعيد كل اللبنانيين وسيما المسيحيين بايام الصيام. شكرا. صيام ايام مبارك ان شاء الله. شكرا على الجميع. اولا عيد البشاره او الاعياد الوطنيه الجامعه، يعني صحيح نحن اصلا لازم نحاول نفتش. كانت التفاتي من أصحاب المبادرة أنه يهتموا بيوم مثل عيد البشارة أو إذا صح التعبير بعيد السيدة مريم عليها السلام، لأنه نحن بحاجة لندور، ولا سيما نحن نعيش في وطن مليء بالطوائف المتعددة والمذاهب المتنوعة. صحيح.
أن نفتش على بعض المناسبات الجامعة لهذه الأطياف المتنوعة. وعيد البشارة كان له أهمية بالسيدة مريم، لأن السيدة مريم هي مقدسة عند المسيحيين ومقدسة عند المسلمين. عندما قال الله إن الله اصطفاك وطهرك، يعني الله سبحانه وتعالى عندما على نساء العالمين، على نساء العالمين يعني عندما الله سبحانه وتعالى اصطفاها استنقاها واختارها من بين كل النساء ليجعلها مباركة وجعل منها مباركا. يعني عندما قيل عن عيسى عليه السلام قيل إني أنا عبد الله أوصاني وإلى آخره وجعلني مباركا. يعني هذه البركة التي حلت، يعني أينما كان هو في محبة، أينما كان هو في سلام. وهذه الأعياد، ضرورة الاهتمام بهذه الأعياد أمر ضروري جدا. يعني نحن بحاجة لأن نفتش على الكثير من المناسبات التي تجمع اللبنانيين بل العالم، يعني سواء من مسلم أو من مسيحي، أن تجمع بين هذه الأطياف ليكون رمزا للوحدة بين الناس. تماما. وإلا تماما. إذا لم نكن نحن نفتش أو ندور الأمور على أساس إنساني، وهذا يجمع الإنسان، يعني أخرج أنا من طائفتي، أخرج من مذهبي. ولفت نظري أنا في عيد البشارة في السرايا الحكومي عندما كنا قد شاركنا في ذلك، أذكر أنه لم يكن يميز الناس، لم نكن نميز الناس على مستوى الناس الأفراد بين هذا مسلم أم مسيحي، هذا سني أو شيعي أو إلى غير ذلك. وهذا أمر، حتى أن أحدهم سألني أنه كنت بدي أحكي مع فلان أو فلان بس ما كنت أعرفه مسلم ولا مسيحي. وهذه القاعدة اللبنانية فضيلتك، نعم. ترجع وترجع ويصير الاستثناء فعلا، ما يبقى قاعدة. وهذا شيء حلو، نعم. كان أنه ما يميز. ونحن بحاجة اليوم أن نخرج من هذا التميز بين فلان وفلان. التميز يبقى داخليا بعباداتك، بطاعاتك، صحيح. بعلاقاتك بالكنيسة أو بالمسجد أو بغير ذلك. صلي على طريقتك، تعبد على طريقتك، ولكن تعمل معي كإنسان بغض النظر عن ديني ومذهبي. نحن كان عندنا هذه القاعدة اللي مرة يمكن تحدثنا عنها، أنه فصلنا العبادة على المعاملة. أنت أعبد كما تحب، ولكن معاملتك، المعاملة التي تقوم بها معي، نعم. على مستوى العلاقات الاجتماعية أو الإدارية أو غير ذلك، كن محترما حتى أكون معك محترم. صحيح فضيلتك، البعض يعتقد، يعني اللي بيراقب الحياة اللبنانية يعتقد أنه احتفالنا بعيد البشارة كعيد وطني هو نوع من فولكلور، هو فولكلور نحن نظهر فيه للعالم أنه شوفوا نحن مجتمعين موحدين. ولكن اللي بيغوص بصلب الحياة اللبنانية وبيروح إلى الكنائس اللي شجلت على اسم السيدة العذراء بيشوف أنه فعلا نحن مش عم نحكي عن فولكلور. يعني أبسط الأمور، اللي بيطلع على حريصة طبعا مزار سيدة لبنان بحريصة، بيشوف أنه كل اللبنانيين بحريصة، بشوف المسلم الشيعي والسني، بشوف المسيحي على تعدد المذاهب وداخل الطوائف المسيحية أيضا موجود بهذا المزار. قديش نحن اليوم هذا العيد طلع من القاعدة الشعبية وبعدين أقر عيد وطني؟ نحن عندنا مشكلة بين الناس عموما وبين اللبنانيين خصوصا، نظرا للظروف السياسية اللي بيعيشها اللبناني، نعم. اتعود على الانتقاد. يعني أنت لا تريد عيد البشارة أو تعتبره فولكلور، أعطي البديل. ما هو البديل الذي أنت تقدمه للناس؟ نحن إذا كان هذا فولكلور ويجمعنا فنحن مع هذا الفولكلور الذي يجمعنا. إذا كان كل شيء بدنا نقول هذا فولكلور وهذا ما بيفيد وهذا ما بينفع وهذا، يعني كما في اللقاءات الحوارية التي تجري اليوم مثلا بين المسلمين والمسيحيين أو بين المسلمين كمسلمين، صحيح. أو المسيحيين كمسيحيين، كما قال أحدهم أنه شو الفائدة منا، بيلتقوا ببعضهم وآخر شيء بيسلموا على بعضهم بيخطبوا بيطلعوا. هذا يكفي أنها تخفف الاحتقان، يكفي أني ألتقي بغيري لأعرف ما يفكر وكيف يفكر، نعم. يكفي أن أرى شخصا يفكر أن يساعدني أو أفكر أن أساعده. ونحن لمسنا من خلال لقاءاتنا بكثير من الأخوان المسيحيين أو من غيرة المذاهب أيضا، أنه كثير من المشكلات بتلاحظ أنه بيجي بيطرحها عليك أو بيحكيها معك أو بيقلك أنه أنا بدي أتحدث بهالموضوع، فيك تخدمني بهالشغلة أو فيني اخدمك بهذا الموضوع. بنلاحظ انه في خدمات متبادله بتحس بجوانب الحديث اذا صح. فهذا هذه الامور لا، امر ضروري، وهذه الامور يجب علينا ان نسعى لاستكمالها على المستوى الميداني.
طبعا نحن لا نريد ان نتدخل او نتحدث في هذا اللقاء عن السياسة، ولكن الناس عادة تعود الناس في لبنان ان يتبعوا اهل الساسة، يعني كيفما مالوا مال الناس، كيفما مالوا وكيفما دخلوا مع الساسة. اما لو ابعدنا السياسة على حدة وجعلنا السياسة في مكان آخر لرأينا أن الناس لا يفكرون بشيء إلا أنهم يريدون أن يعيشوا بسلام وأمان. صحيح. ومحبة. وهذه الحاجة الأساسية عند الإنسان. فضيلتك، شخصية السيدة العذراء، الشخصية المكرمة ضمن الكتاب المقدس ضمن الإنجيل، واللي عندها مكانتها أيضا موجودة ضمن القرآن الكريم طبعاً. وذكرت وطبعا عندها مكانتها. يا ريت تقرب لنا تعطينا كيف رأى أو كيف صور القرآن الكريم شخصية السيدة أولا العذراء. هي الآية التي تحدثت عن السيدة مريم وقال إن الله اصطفاك، وعندما تحدث كلما دخل عليها زكريا المحراب، وعندما رآها، وعندما تحدث القرآن بالإعجاز الذي حصل معها عندما خرجت لأن تلد النبي عيسى عليه السلام، قال وهزي إليك بجذع النخلة، تقول أن تدلت هذا الإعجاز، هذه الكرامة التي أعطيت للسيدة مريم. أن الإنسان عندما يكون في حالة الولادة، المرأة عندما تكون في حالة الولادة وفي حالة الإنجاب تكون في حالة صعبة جدا ومؤلمة. صحيح. جدا، ومع ذلك كان قد تدل لها الرطب يعني لحتى يمسك عنها ما يكون خطرا عليها، لأن الرطب مفيد للمرأة عندما تلد ويمنع الكثير من الحالات الصحية التي لا نريد أن نبحث في تفاصيلها. صحيح. فيمنع عنها عندما قال وهزي إليك، يعني مجرد أن تحركي هذه النخلة ينزل على تساقط عليك رطبا جنيا، حتى أن بعض المفسرين يقول أنه ما قال تمر، الرطب، لأن الرطب لا يحتاج إلى تعب في 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 المضغ في الطعام، فحتى تكون، وهذا إعجاز، هذه كرامة، يعني عندما دخل عليها ووجد عندها طعاما، وعندما أنجبت، وعندما نزل عليها الرطب، وعندما اصطفاها، هذه كلها كرامات ذكرها القرآن الكريم بتفاصيل كثيرة، حتى أن القرآن جعل صورة خاصة، صورة مريم. يعني وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهذه المرأة الحاضنة، وهذه المرأة التي أصبحت مثالا للبشرية يعني، ولم تختص بالمسيحيين، بل هي بل يمكن أن نقول أن المسلمين يجب عليهم، يعني لا نقول يقدسون بل يجب عليهم، يعني ليس مستحبا أن تقدسها بل يجب عليك أن تقدسها. واجب مش أنه والله أنا بحبها وما بحبها بفكر، لا، يجب عليك أن تقدسها. نعم. فضيلتك، يعني من الأسباب اللي تكرم المسيحية من أجل السيدة العذراء هي التواضع، يعني تواضعت السيدة العذراء بقول نعم، تواضعت بقبول التدبير الإلهي. قديش مهمة هذه الشخصية عند السيدة العذراء، يعني أو بالأحرى صفة التواضع. السيدة مريم كان فيها صفات متعددة، منها التواضع، منها الصبر. يعني تصور أن السيدة مريم عندما تتهم، صحيح، تصور أن امرأة، الإنسان إذا تهمت أختا له أو أما له أو ابن له، فكيف يكون موقفه، أو كيف يكون موقفها. وإنما السيدة مريم عندما اتهمت وعندما حاولوا أن يتهموها بأشياء بعيدة عن الدين وعن الأخلاق، كيف صبرت وتواضعت لهم ولم تعتدي عليهم. يعني عندما حتى سألوها أن لك هذا، منين جايب أنت، شو حاملي ولد أنت جاي أنت، أن لك هذا، قالت فأشارت إليه، قالت لهم طيب شوف إني أنا عبد الله، قال لهم أنا عبد الله، يعني هو تحد كيف نكلم من كان في المهدي صبية، قال إني أنا عبد الله أتاني الكتاب. فهذا التواضع الذي جعلها تأخذ بزمام الأمور وجعلها تأخذ بكل شيء من هذه الحياة التي أرادوا منها السوء فأرادت لهم الخير. صحيح. وحتى
لذلك نقول أنها عندما نقول بشارة فعلا هي بشارة بأنها أعطتكم شخصية مباركة وجعلني مباركا أينما كنت. نعم يعني فعلا يعني هذا التواضع اللي ميز السيدة العذراء واللي فعلا والصبر الصبر والتواضع الثقة المطلقة طبعا بالخالق اللي هي ثقة بالله طبعا يعني هذه الثقة المطلقة اللي أبدتها صفات عديدة بشخصية مريم العذراء صفات عديدة بنتعلم منها وبننهل منها كل يوم لحتى يمكن نكمل حياتنا بطريقة أفضل. فضيلتك على اللبناني يعني اللقاءات اللي عم بتصير جمع ما بين الابتهالات والأناشيد الإسلامية وما بين التراتيل المسيحية قديش هذا الشيء بيعطي بعد إنساني لشخصية مريم العذراء بعيدا عن أي تقوقع ديني؟ يعني نحن اليوم في قواعد بالحياة الأكاديمية بقولوها أنه دائما السلب ما بيعطي إلا سلب ولذلك الإيجاب هو المنتج. من هالمنطلق كان أنه في عنا التحفيز دائما. هيدي الصورة اللي منصورها لما منصور كنيسة ومسجد أو منصور آذان وترتيلة هيدي بتعطي صورة جميلة عن أشخاص يريدون أن يعيشوا ويتكاملوا مع بعضهم البعض ويريدون أن ينسوا ما لديهم. يعني كما أسلفت حضرتك وتحدثنا أنه لا يمكن أنا أن أعيش معك وأفكر أن أجعلك مسلما وتجعلني مسيحيا. يعني أنت ماذا تريد مني إذا أنا أصبحت مسيحي مثلك وأؤذيك أو أصبحت مسلما مثلي وتؤذيني؟ أنا لا أريد إسلامك ولا لا أريد إسلامك ولا تريد مسيحيتي ولا أريد دينك ولا تريد ديني. الدين أخلاق ومعاملة. أنا أريد منك كيف تتعامل. إنما الدين الأخلاق. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي عيسى قال هنيئا لصانعي السلام. وعلى لبناني منقول كل مين عدينه الله يعينه. يعني هلا كل واحد ما قلنا دخلي. نحن في مشكلتنا أننا نتدخل في دين بعضنا البعض. صحيح. وللأسف في عندنا مشكلة الآن صايرة يعني بالتعبير المحلي إنه صار كل واحد بيتدخل بالدين. يعني أي إنسان بيتدخل بالدين. تحولنا كلنا الفقهاء. كلنا فقهاء. يعني كلنا عنا يعني رأينا. يعني أنا مثلاً ذهبت إلى الحوز العلمي ودرس قرابة 20 سنة. بيجي واحد بيقعد بده يتكلم بالدين. نعم. بيتكلم بالدين وبده يتشاطر. وبيجي مثلا إنسان راهب أو بيجي مطران أو بيجي أب بيدرس مثلا 10 سنوات بيدرس باللاهوت وبيعمل تخصص وبيدرس بالعلوم الإسلامية والمسيحية والدينية عموما وبيجي واحد كمان بده يتفلسف وده يتشاطر. فضيلتك عم هيك ما بلش ننهي اللقاء عندي نقطتين أخيرتين. قديش النموذج اللبناني نموذج هذا التعايش الفعلي مش التعايش المظهري قادر يصمد أمام كل هجمات التفرقة اللي عم نشوفها؟ يعني شفنا قديش في يعني شفنا داعش من فترة مش كتير بعيدة منشوف دايما الهجمات اللي بتقول تفرقوا بتعدوا عن بعضكم اكرهوا بعضكم حاربوا بعضكم اقتلوا بعضكم. هيدي الهجمات دايما موجودة. قديش نحن قادرين نصمد كشعب أمام كل هيدي الهجمات؟ بالحقيقة اللبناني ما تخاف عليه مثل بقوله اتعود يعني قال له كيف بيعيش اللبناني بالدارج قال له كيف بيعيش مع انه لا عندهم مصانع ولا عندهم تجارات ولا عندهم نووي ولا عندهم نفط ولا عندهم ولا عندهم ولا عندهم. قال له اللبناني بيتحرك كيف ما بدك. يعني اللبناني طبيعته تعود ان يتحمل لانه نحن لا سيما انه نحن صرنا حوالي 40 سنه بالحرب. صحيح. يعني ما في واحد مننا إلا بيحكي بالسياسة وبيحلل بالسياسة وبالعسكر وبالفن وبكل شيء بيحكي يعني اليوم. بس هلا تأثير هذه الهجمات علينا ما فينا ننكر أنه لها تأثير. صحيح. ولكن إذا أبعدنا الجو السياسي عن الجو الديني عند ذلك لا يمكن أو عن جو الناس عموما عن جو الاجتماعي عن جو الاجتماعي أصلا لا تجد هناك مشكلة. أنا أعيش في منطقة جزين مثلا فيها مسيحيين وفيها مسلمين وعايشين وما أنا ما بتذكر يعني كانوا يروحوا. كان عندنا منطقة مثلا بمنطقتنا النبطية تقريبا قريبة المسافة بين جزين وبلدت منطقتنا يروح الناس على جزين يتسوقوا من جزين وما يروحوا على النبطية مع أنه هونك مسلمين وهوني مسيحيين.
مفاتيح البيوت نحطها عند بعضنا، ما كان فيها هالجو، والحمد لله موجود هلأ كمان. نعم. ولكن المشكلة أنه أبعد جو السياسي، التشنجات السياسية، صحيح، عند ذلك لا يمكن لا داعش ولا غير داعش أن يدخل في تفاصيل الحياة اللبنانية. وتعرفون أن الصهيونية اليوم، الصهيونية العالمية، هي لا تفرق بين مسلم ومسيحي أبدا. ولا تفرق، هي تريد أن تشق الصفوف بين كل الأطياف، وعم نشوفها هلأ لحتى دائما يكون في سبب لوجودها، حتى تكون هي موجودة، صحيح، سبب لوجودها التفرقة، سبب لوجودها العصبية الدينية اللي هو أساس بالزبط. يعني سبب بالزبط. أساس لوجود لوجود العدو الإسرائيلي. فضيلتك، أخيرا بدي أختم أنا وياك لنضوي على ذكرى المبعث النبوي الشريف اللي بيصادف بالأيام القليلة المقبلة، يا ريت نضوي على هذا التفصيل. احنا فينا نقول انه مصادفة انه البشارة والمبعث جايين بشهر واحد تقريبا، وهيدي يمكن لازم كانت تستغل بشي مناسبة، كمان ممكن تكون مناسبة وطنية، لانه النبي الاعظم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. شوف ما قال للمسلمين، للعالمين، ما قال للذكر، ما قال للأنثى، ما قال للعالمين، يعني هو وحد وجعل الناس سواسية، حتى غير الديني، يعني صحيح. غير أهل الكتاب مثل كما يعبر القرآن، كل الناس. أهل الكتاب، كل الناس، حتى الإنسان الذي يعبد الحجر ويعبد التمر كما في حياته كانوا يعبدون التمر، يعني لم يميز، لم يميز بهذه الآية، فهو رحمة، هذه الرحمة تتناسب معه، وجعلني مباركا. نعم. يعني النبي عيسى جعله مباركا، والنبي محمد جعله صلوات الله عليهم أجمعين، والنبي محمد جعله رحمة. هذه الرحمة بالمبعث لازم يكون في إلى عنوان أساسي للمقام لا يسع للبحث فيها، أيضا أنه نحن نتعامل بالرحمة. ليش ما نتعامل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني دائما كان اللين، دائما كان الرحمة والرأفة، هي من أبرز الصفات الموجودة. أنا لما برحمك وأنت بترحمني بتتسامح معي وبتسامح معك، عند ذلك لا يوجد إنسان لا يخطئ، لا يوجد إنسان لا يذنب، لا يوجد إنسان لا يفعل الخلاف الأخلاق أقلها، ما منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجر. فلذلك جعل رحمة هون، أنه أنا بغض النظر وبسامح وبتسامح. هذه الرسالة التي أتى بها النبي ليجعل الناس كلهم متساوين، الناس سواسٍ كأسنان المشط، يعني ما في واحد، لا فرق من عمل منكم عملا صالحا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح. اللي بيعمل عمل صالح أهلا وسهلا فيه. نعم. ما بيعمل عمل صالح نرحمه لا يعمل عمل صالح. يعني فضيلتك على أمل كل هيدي الأخلاقيات والمعايير وكل هيدي القيم اللي بتجمعنا دايما تكون بارزة وتكون هي على الوجه، وتكون القيم اللي بتفرقنا هي من ورا، لأنه الأشياء اللي بتجمعنا هي أكثر بكثير من الأشياء اللي بتفرقنا. صحيح. على أمل دايما أنه يكون في مناسبات بتذكرنا. صحيح. بقيمنا المشتركة، بأخلاقياتنا المشتركة. صحيح. ايضا بحياتنا اللبنانيه المشتركه، اللي هي ابعد من اي، يعني ابعد بكثير من اي تفصيل شك. عباده ممكن، يعني البركه فيكم انتم تفتشوا على المناسبات دائما تضووا عليها من يعني خلال، نحن بتلفزيون لبنان دائما حريصين على الاضاءه على هذه المناسبات، لانه ايضا هذه الشيء بنشكركم لاهتمامكم، يعني بنشكركم لاهتمامكم بهيك مناسبات تضووا عليها من خلال رجال دين، من خلال ناس متخصصين، يعطيك الف عافيه كمان، لانه هيدي هي اللي ممكن تكون الرساله اللي توصل تماما، يعني هي اهم من كثير من الاحاديث واللقاءات، لانه نحن بحاجه لفك التشنجات وايصال رساله الرحمه والمحبه والسلام والعيش المشترك اللي نحن بحاجه له بالبلد، بحاجه لتعزيز. هلا نحن على ابواب انتهاء الحرب الاهليه بلبنان، يعني بحاجه انه ما بيمنع الحروب، ما بيمنع التقاتل إلا هذه الأمور اللي تماما ما يجمع ناس. العلامة فضيلة الشيخ محمد حسين الحاج، طبعا رئيس المجمع الثقافي الجعفري، بتشرفنا دايما بصبحيتنا. أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. أهلا وسهلا عليكم إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا، مع هذا اللقاء وصلنا لختام صبحيتنا، بيتمنى لكم بقيت نهار ممتع برفق برامجنا بتلفزيون لبنان. بكرة بتمام الساعة 9 صبحية جديدة، ضيوف جديد ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.